اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يمسك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك، نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين، اللهم اغفر لنا جميعا
اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عيبا الا سترته، ولا عيبا الا سترته، ولا عيبا الا سترته، ولا تائبا الا قبلته، ولا تائبا الا قبلته، ولا ضالا الا هديته، ولا ضالا الا هديته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا نفسته، ولا صغيرا الا اصلحته، ولا عدوا الا قتلته، ولا عدوا الا قتلته، ولا عدوا الا قتلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته.